السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا في ذكر نواقض الإسلام ووصلنا إلى الناقض السادس، ألا وهو الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك أنه في غزوة تبوك، في هذه الغزوة التي لم يكن فيها قتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب كما قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. اجتمع جماعة من المنافقين وصاروا يسخرون من القراء، قراء القرآن، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أكبر الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم ربنا تبارك وتعالى بالكفر، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالكفر، لأنهم استهزأوا بقراء القرآن لا كأشخاص، وإنما استهزأوا بهم لأنهم قراء. فمن استهزأ بشخص لشخصه هذه من كبائر الذنوب، ويل لكل همزة لمزة. وأما من استهزأ به وسخر منه لدينه فهذا هو الكفر والعياذ بالله، أنه استهزأ بالسنة أو استهزأ بالقرآن أو استهزأ باتباع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يكفر الإنسان والعياذ بالله إذا وقع في هذا الأمر، أعاذنا الله وإياكم من الكفر.